اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ لطيف وجميل، ولكن الاسم مختلف شويه. في اكله مشهوره جدا في المطبخ الشامي او البيروتي او السوري اسمها شاكريه. شاكريه بالدجاج، شاكريه باللحمه، واشهرهم شاكريه باللحمه الضاني، بتعمل بقى بصل كويزات وتاخد صنوبر في الغرف، حاجه كده تفتح الشهيه ولطيفه. انا حبيت اغير من قواعد الاكله النهارده واعملها بطريقه سهله. هعمل شاكريه بالدجاج والكوسه. حلو قوي. يعني الكوسه تخش لان في اكله بالكوسه معروفه، كوسه باللبن. فلما الشاكريه تتعمل بالدجاج والكوسه بالتاكيد خدت سكه تانيه وطعم تاني. هنقدم معاها رز بشعريه. عدل الأكلة دي رز بشعرية أو رز أبيض، بس أنا بحب معاها رز بالشعرية. هتعجبكم بقى على فكرة، وبتساعد على الهضم، وفيها لبن وفيها كوسة وفيها دجاج وفيها خبرة طهوية. نيجي بقى للمفاجأة النهاردة، الخوخ اللي هو بيسموه خوخ طعمية، لطيف وجميل في السوق كتير قوي وطعمه مسكر. بتيجي نعمله باستا فلورا النهاردة بطريقة لطيفة وحلوة. الباستا فلورا بتتعمل بالمربى، مربى مشمش، مربى تين. أنا عايز الخوخ اللي هو شكل الطعمية ده، سعره حلو. تعالوا نعمله باستا فلورا بطريقتي كده، هتعجبكم وفيها خبرة طهوية برضو، ونقدمها تقعد عندنا أسبوع يومين ثلاثة ناكل منها شريحة، تبقى لطيفة وحلوة. ده الرز بشعرية، خلصنا منه. تعالوا مع بعض نشتغل في الباستا فلورا واحنا مع بعض كده. باستا فلورا بالخوخ اللي هو شبه الطعمية مع المغازي، لها تركاية ولها طريقة كده سهلة. بما ان احنا بنحب الخوخ ده وانا بحبه لانه مسكر شوية، تعالوا نشوف هنعمل الباستا فلورا ازاي بمقاديرها. كوبين من الدقيق، اتنين بيضة، احنا خدنا الصفار بتاع البيض. يعني اذا انت عاملة شكرية او عاملة نفس المنيو بتاعنا. وعجننا العجينة بفانيليا وشوية حليب، وبقت العجينة معانا بالشكل ده كده. دي عجينة الباستا فلورا، حلوة قوي. شيل دي من هنا كده. عجينة الباستا فلورا سهلة وبسيطة، ولازم تبقى زي البسكوتة. طب دي خليها زي البسكوتة ازاي؟ بتحط في المقادير شوية بيكنج باودر ومعلقة نشا، بقت بسكوتة. تاني، عايز العجينة بتاعت الباستا فلورا تبقى زي البسكوتة ازاي؟ بتحط لها ايه الجمال ده؟ تحط لها شوية نشا وتحط لها شوية بيكنج باودر. اهي العجينة اهي، هنا عايز اهي. اهي حاضر. اهي ده ملاح يجيبها لو هي في وسط البحر. هيجيبها اهي. شفتوا العجينة ازاي؟ هي دي العجينة، عجينة الباستا فلورا. ايه الجمال ده؟ تعالوا نعمل مع بعض بطريقة بسيطة وسهلة. نعم، معاك حق، بتتعمل بالمربى. عشان كده أنا بعملها بطريقة جديدة. دي العجينة، هفرتها. الشكل ده كده. ده فين يا فندم؟ ده هتقعد كده في كواليس بتحصل هنا، لازم الشباب ده يعرفوها. ده اجتهد ونعمل ونسعى ونتنافس عشان حضراتكم وانتوا قاعدين كده مستمتعين على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه تشوفوا الصوره. حلو، شفت العجينه دي؟ اهي بس العجينه خلاص اهي. حلو قوي. هاخد العجينه دي كده فرحان بيها، احطها في القالب بتاعها اللي هو ده، الشكل ده كده. خليها تاخد راحتها كده، الشكل ده كده كده. لازم تلفيها على ايدك كده علشان كل حاجة تاخد وضعها. حلو. بعد ما بنخلص اشتغلي كده زي ما انا شغال. اللهم صل على النبي. كده عجينة الباستا فلورا جاهزة. حلو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما هي كده في طريقتين. لو انت في مكونات العجينة بيض أو العجينة ما خدتش وقتها في التخمير، تعملي الحركة دي. بس هي معايا أنا ما بتفرقش، العجينة بتاعتي أنا ببقى ظابطها. التشريطة دي مطلوبة عشان العجينة ما تقبش فوق. دي طريقة. الطريقة التانية بتجيبي شوية فول، شوية حمص، شوية ترمس،
شويه لوبيا على ورقه زبده وتحطيهم فوقيها اختياري في قلب النار بتستوي. حلو. بص على الباستا فلورا قبل ما تاخد التوبنج بتاعها. التوبنج بتاعها خوخ بتاع الواحات وبتاع سينا بتاعنا الجميل، طعمه من ارضنا الطيبه، مسكر مش محتاج سكر. تعالوا نعمل صوص الليمون بتاع الباستا. اتعمل ازاي؟ طاسه على النار بنحط فيها شويه حليب، ومع الحليب ده تنزل الزبده دي. الله. وننزل بمعلقه نشا، والمضرب بتاعك ما يكونش فيه لا بصل ولا ثوم. بعمل صوص ليمون بالزبده كده حلو. الباستا فلورا دي كده عندي سكر وليمون وفانيليا. سكر وليمون وفانيليا، ونقلب دول كلهم مع بعض. الله. زبده سكر ليمون فانيليا، وانا بقلب كده هيديني قوام نتيجه اختلاط النشا بالزبده والسكر والفانيليا. صوص الليمون بتاعنا اللطيف ده كده، ونسيبه على نار هادية خالص. حلو اهو. شيل ده من هنا ونهدي النار، واحنا شغالين مع بعض بس خلاص. وناخد الخوخ بتاعنا الجميل ونشتغل فيه هنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا عم الخوخ. قطع شرايح كده بالشكل ده كده، كأنك بتقطعي تفاح يعني. اوعي البذرة من فضلك. الجزء ده كمان كده. انا خدت كل الخوخ اللي موجود تاني. ناخد ده كده، ناخد ده كده. لأول مرة طبعا. الخوخ التاني مريح، بس ده عشان مسكر. جربي تعمليه كده فطيرة أو تعمليه باستا فلورا. ينزل كده بالشكل ده كده. ده الخوخ. نرجع هنا. العجينة بتطلع من الفرن مستوية متلدنة، الخوخ ده بترص عليها، ياخد الصوص الليمون اللي انا عامله دلوقتي بالزبدة، تخش تاني الفرن. عرفتوا الاختصار بتاع الموضوع ايه؟ تاني الخوخ ممكن تقطعيه كده طريقة برضو. نفس الموضوع. عند اي فكهانة هتلاقي الخوخ ده، سعره في متناول الجميع. انا حبيت بس اجيبه لانه دايما احنا بناكله كده زي ما هو. انا اجرب اعمله فطيره اشوف دوره هنا مع المعجنات مع الفليفر بتاع الصوصات، اذا كان ليمون او ممكن ياخد صوص فراوله او صوص فانيليا. ده الخوخ ده كفايه. الخوخه دي باكلها بعد ما اخلص. حلو الكلام زي ما هو كده. وعند الصوص اخباره ايه؟ قطع. هو ده، ده اللي انا عايزه، القوام ده. ليمون، زبده، نشا. نطلعها من النار، نجيب الفطيره بتاعتنا. اخبارك ايه يا حلو؟ هو ده الشكل اللي انا عايزه. تعالوا نطلعها مع بعض. بس
سخنة يا عم الشيف زي ما هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عيني حاضر. طب ما نشتغل هنا يا برنس. حاضر تمام. نبدأ نرص الخوخ ده كده. حلو ده حصريا. مع حضراتكم واحدة واحدة. ده خوخ. حد يفتكره تفاح اللي جاي متأخر. ميعاد البرنامج بتاعنا الساعة واحدة. بتسأل دايما شيف مغاز انت كنت بتعمل من يومين حلو على الشاشة كده كان شبهه شبه التفاح، كان تفاح ولا كان موز؟ بزعل قوي. اقول لكم شفت الله عليك مخرج يا باشا مبدع. الفتحة بتاعت السكينة دي هي اللي ما خلتش تطلع زي رغيف العيش. هينزل دلوقتي الصوص اللطيف اللي معانا اللي هو الزبدة مع الليمون، ونكتر الليمون سويت اند ساور. السكريات اللي موجودة في الخوخ مع حموضة الليمون. ما تكتريش ملح الليمون لو ما عندكيش ليمون، عشان ملح الليمون مع تكراره بيهري جدار المعدة. يبقى الراجل لسه شباب ابن الثلاثين والاربعين والاكل يرجع منه على المخدة وهو نايم. اسمه ارتجاع مريء نتيجة سوء الاكل بتاعنا، توابلنا، بهاراتنا، وخاصة بيكربونات الصودا اللي بنحطها في الطعمية نحمرها، وملح الليمون يا أمي اللي بتحط على الحمص الشام عشان يستوي بسرعة ونوفر أنبوبة الغاز، أو بتحط على الفول في القدرة عشان نوفر الغاز. معلومات دي بقولها كده من تحت لتحت عشان تعرفي الحاجة لما تعملها في البيت وتعرفي إنك بتعملي حاجة حلوة محدش هيعملها غيرك. ناخد الصوص اللطيف ده كده. عينيا انا خلصت. حلو. بالمعلقة. الله الله انت ابن حلال. ده الخوخ ده كان الواحد يجيب خمس ست خوخات كده ويجي قرشهم وشكرا. ده راح في حته تانية خالص، كاني في فرنسا انا قاعد في الشانزليزيه كده والفطيره الحلوه دي كده. والله عند برج ايفل شفت. والله ده موجود اهو، خش المحلات هتلاقيه موجود. فطيره الخوخ. الصوص ده حكايه، خدها في حته تانية خالص وخد الخوخ في حته تانية خالص. هتخش الفرن دي خلي بالك، بس بيقولوا لي معاك دقيقه. بزعل قوي على فكره، ده الخبر اللي بيزعجني وانا على الشاشه انك معاك دقيقه، معاك دقيقتين ولسه بقول بسم الله. ده الباستا في مش دخلها الفرن للامانه، يعني انا عايز اتفرج عليها كده، بس هي المفروض تخش الفرن. تخش الفرن لمده 10 دقايق او 15 دقيقه. هتعمل ايه في الفرن يا عم شيف؟ الصوص ده هيتكرمل. الصوص ده هيتكرمل والخوخ ده هيحل مع الصوص، تبقى لطيفه وجميله. خلي بالك دور النار او دور الفرن هيعمل عمليه احلال للخوخ مع صوص الليمون والحموضه بتاعته، هيروح في حته تانيه، ولكن انا مش هدخلها الفرن للامانه، هي المفروض تخش الفرن. حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه. دايما بقول تفاصيل صغيره المعنى كبير والطعم جديد. عملنا شكريه باللبن والكوسه بفكر المغازي، عملنا فطيره جميله لطيفه جميله توفر عليك التذكره والتاشيره ما تروحيش فرنسا. فطيره الخوخ او باستا فلورا، بس لازم تخش الفرن 10 دقايق. عدل السفره بتاعتي شويه رز بالشعريه، رز لطيف مصري، لازم يكون رز مصري، اوعي تعملي رز بسمتي ازعل منك كده بنهيني الاكله. رؤيه فن ابداع، تشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، وكمان خفه الدم بجد من مزبيرو. We'll be right back.